وليدات، السلام عليكم. لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كي دايرين الحال؟ ان شاء الله تكونوا غزالات وتكونوا بصحه يا ربي، جيده يا ربي، تكونوا هكذا غزالين فنيونين. كي داير مع واحد البرد؟ عرفتوا دابا عاد دخلت من البرد، الله يا ربي، الله ما كيخرج حد ما يدخل حد، عرفتي السم تاع البرد عندنا زعما بصح الدار ديالنا سخيخنا صحيح كنخرجوا. صراحه ما يقدر حد لهذا البرد، ما البرد هذا العام قاصح بزاف. كويدات هذا النهار غادي ندير لكم واحد اول فلوغ يمكن، المهم غادي نوريكم شنو غادي ندير هذا النهار. قلت غادي ندير واحد الطارطان تاع التفاح، ماشي طارطان، هي كيك تاع التفاح بصح كتجي بحال الطارطان لان فيها كريم باتيسيير وفيها تفاح وساهله غزاله وكتصدق. فقلت علاش ما نشاركهاش معكم ونعرف نفيدكم، تبغوا ديروها تعجبكم. فكنتمنى زعما هي كتجي زوينه وكتجي لذيذه مع كاس قهوه، كتجي غزاله، ولا كاس العصير كتجي رائعه فنيونه فنيونه. فغادي نوريها لكم دابا، ومن بعد غندير لكم واحد الماسك غزال غزال غزال، شحال من لنا الماسكات زعما سمو تصحابكم غندير لكم كيك وغادي ننسى الماسك لا. فهاد النهار غادي تخليكم معايا وغادي نشوفوا شنو غادي نديروا. غندير واحد الكيك ومن بعد ان شاء الله غادي نوريكم ندير لكم واحد الماسك غزال داك الوجهيه اللي سمحنا فيه. انا راسي سمحت في وجهي، فكان عندي بزاف تاع الروينه وتماره والشغل وطا طا طا طا، فعلاش لا ما غاديش ندير واحد الماسك فاعل تاع هاد الوجهيه ديالنا. اول حاجه غنمشي ندير لكم نشارك معكم الكيك ديالي زعما الا عجبكم، علاش لا زعما تعتمدوه، وكيجي زوين وكيجي ساهل ساهل، وملي كتحطو فوق الطبيله كيجي غزال ولذيذ. فتسناو معايا غادي نبدل غزالات. انا غادي نعتمد هذا المول هذا اللي عند كل شيء داك اللي كيتفتح. درت في هذا البابين تاع بابيين تاع الطبات باش ما يتشدش. هاد البابيل هذا راني ديجا غسلته، باش ماشي غسلته غير فزكتو شويه بالماء باش منين نصايبو يجيني مزيان مع الاخر، يعني تقاد لي مزيان. غادي نوجدو هكذا، ولا ما عندهاش دير غير الزبده والطحين صافي كيف ما كانوا يديروا والدينا. هادي شحال ما كان لا بابي ولا هم يحزنون. كبيدات غادي نبداو كما قلت لكم، غادي نحتاجو غير جوج بيضات، بسم الله، مغسوله طبعا، كاس نتاع السكر نتاع العنبه، درا بحالو بحال نتاع العنبه. والبنات انا ديجا حضرتها نتوما كما كتشوفوا هنايا، ديجا حضرت كريم باتيسيير، ها هي عندي هنايا، حضرتها بالبودينغ اللي هنايا البنات لينا راه كيستعملوا بزاف البودينغ، وكنظن كنت في المغرب راه كلشي دابا موجود. فحضرت انايا كريم باتيسيير من الاول، يعني ديجا عندي محضره كاس نتاع الزيت تاع العنبه. البنات هذا راه بحالو بحال العنبه نتوما، كاس نتاع العنبه تاع الزيت. غادي نضربهم هكا كبيدات، من بعد البنات غادي نزيدو واحد ياغور طبيعي. وها منين كنبداو البنات شويه نتاع المليحه غير شويه، تحيدنا الاخر كبيدات شويه د الحامض محكوك باش يتحيد لنا ديك الزفره نتاع البيض. بعد الغزالات غادي ندير واحد غير نص، هذاك اللي عبرت فيه يوغور طبيعي غادي ندير فيه نص غير نصيص نتاع الحليب، وغادي ندير جوج كيسان تاع الطحين، ها هما هنايا نتاع اليوغور، ولا جوج كيسان تاع العنبه تاع الطحين ماشي مشكل. من بعد عندي خمارة حمرا هنايا نتاع فيها 15 غرام، يعني يمكن كنضم جوج خمارات خمر تاع المغرب، انا كيعجبني تكون طالعة. غادي نضرب دمجت كلشي، غادي نزيد واحد الكاس نتاع السميدة، انا كنديرها بالسميدة، كاس ما عامرش. كما كتشوفوا كيف ما كتشوفوا هنايا، شوفوا العجينه كي كتكون، ما كتكونش صايحه بزاف وما كتكونش يعني خفيفه بزاف وما كتكونش ثقيله بزاف، باش غادي نديروا فوقها كريم باتيسيير تبقى لنا الطبقه الفوق.
من بعد الكريدات كنشدو كريم باتيسير اللي عندنا هنايا، غادي نديرها من الفوق. كبيرات كنجيب التفاح ديالي وكنديرو من الفوق. حاولوا ما امكن الغزالات انها تجي بحال هذا الشكل هكذا، تسرحوها كلها على الوجه ديالها. وغادي نبقاو بعد ما كتجي بحال هذا الشكل هذا، راه غادي دابا ندخلها للفران. طبعا غادي نخليوها تطيب على خطر خطرها الفران، يعني نقصوا له واحد 160 150 حتى 140 مزيان. ما حدا كطيب على خطرها ما حدا كتجي غزاله، فغادي نديرها في الفران الكبيدات ومني غادي تطيب لي الكيك ديالي. غادي نمشيو دابا نهتموا بالوجيه ديالنا، غادي نضرب الوجيه ديالنا. فدرت لكم الكبيدات واحد المقشر رائع 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 مع واحد الماسك، يا سلام. فغادي نوريكم دابا شنو هو المقشر. ما درت لكم مقشر ودرت لكم هكذا روتين هكا كامل مكمل، فقلت علاش لا ما غاديش نديرها لكم هذه المره، حتى انا وجهي ولا حالت وحالت مع شحال درت ديك التقشيره وديك الشيء نتاع القلب. المهم هنا الكبيدات غادي نبغيو زريعه تاع حبوب الشيا، كنطحنها كتولي بحال هكذا حبيبات، فهي اللي غادي نديرها هذا النهار كمقشر واعر واعر للوجه وخطير صراحه. ها نتوما غادي تشوفوا معايا، غادي نقلب لكم الكاميرا باش غادي باش يبان لكم كل شيء. ها نتوما كتشوفوا معايا حبوب الشيا، ها هي ما بعد ما طحنتها كتولي بحال حبيبات بحال هكذا، فهذه هي اللي غادي تساعدنا على تقشير نتاع الوجه. غنديروا معلقه معلقه نتاع بعد معلقه نتاع الزيت البلديه، ما غاديش نخلط بهذه، هذه غير كنعبر عليها حيت مشات لي حيت ما بقاش عندي المعلقات نتاع الخشب. معلقه نتاع نتاع العسل البيو، الشبات اللي كنديرو بيو طبعا، ومعلقه نتاع السكر. بدات معلقه نتاع السكر، كما كتشوفوا الخليط كيبقى هكذا. غادي نخلطهم مزيان يتجانسوا مع بعضياتهم، حيتما كتعرفوا دابا دابا البرد العسل كيكون مجمد لنا. تخلطوا بحال هكذا هكذا، وغادي نزيد معاهم شويه نتاع الماء البور، معاهم شويه ديال الماء البور قطيرات، وغادي نبقاو لان حبوب الشيا كتطلق داك الاخر ديالها وداك الجل ديالها، فكتعطيك واحد الترطيب غزال للوجه. المقشر ديالنا الغزالات بحال هذا الشكل هذا كيولي، شفتوا مقشر خطير البنات. هذا النوع نتاع المقشر اللي كيخلي لك البشره ديالك في نفس الوقت كيقشرها لك وكيرطبها لك. فغادي نديرها للوجه ديالي، شوفوا هانتوما كتبقاو هكذا هكذا 5 دقائق وانتوما كتقشروا الوجه ديالكم. هانتوما عرفتوا مع داك الحبيبات نتاع السكر والحبيبات نتاع حبوب الشيا كيرجع الوجه غزال. فانا غادي نمشي دابا نقشر وجهي وغادي نرجع لكم الماسك. كبيدات انا دابا جيت للحمام وغندير التقشير ديالي. خصني نبين لكم هنا بحيت ملي كنقرب للمرايا راه ما كيبان لكم والو. كبيدات كتشوفوا شوف حتى كيخرج الوجه رطيب، ولو انه غير مقشر. شوف اليدين، ف
كيخرج غزال الوجه طرف الصفراش ما كاينش اللي كيشحت لها الوجه وما كاي شنو قلت ما كيشحت كيشحت بزاف بزاف وكاين اللي كيتق يتشقق لهم الوجه ديالهم وتا الفم ديالنا. فالا بغيتو ديروا حتى هذا ديروا الفم ديالكم فديروا الفم انا كنديروا اليدين وكنديروا الوجه. فدابا غادي نفوتوا ان شاء الله الماسك ديالنا اللي غادي عاوتاني كيعطينا ترطيب كامل كامل ولا يزيد يرطب لنا اكثر من هذا. فغير مقشرني غادي ديروها الغزالات غتلقاو راسكم داك الجير اللي كتلقوا حبوب الشيا فكترطب لكم مزيان البشره. ولي قالوا لي اللي دايره كيلو د الماكياج انا ما كنديرش كيلو د الماكياج والله ما كندير اختي د الماكياج. انا الماكياج ديالي دابا ديك الساعه نوريكم الماكياج ديالي شنو كندير فيه. حيت واحد الاخت قالت لك دايره كيلو د الماكياج انا والله ما كندير كيلو د الماكياج. انا كندير الكحل كندير وحتى المهم الماكياج ديالي خفيف 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 راه حتى الباز ما كنديروش كندير غير تحت عينيا صافي هادشي اللي كندير. فما كنديرش كيلو د الماكياج غير هكاكا وكندير تحت العينين ديالي وماسكارا ومن بعد شي مرات كندير الشرطه شي مره ما كنديرهاش. راه حتى الكحول اللي كتشوفوا راه ما كنديروش بزاف بزاف بزاف. فديك الساعه ان شاء الله غندير لكم واحد الماكياج ديالي كي كندير له خفيف ظريف. فيمكن اللي كتبغي شي حاجه خفيفه نوريها لها علاش لا ديرها بحالي. فغادي نفوتو الماسك ديالي. فدابا جينا الماسك شنو كنديرو وشنو كنعملو فيه. هادشي كاع اللي غادي تشوفو هنايا اييه كندير فيه كلشي هادشي. ها نتوما شوفو ردو معايا البال شنو غادي ندير فيه. شوف انا البنات طحنت شوف انا هو مطحون معلقة غير صغيرة وما عامراش بزاف. هاد الماسك كيعتبر البنات الوجه اللي كيكون تاع الشتا اللي كيكون ناشف ناشف في المشتا وفي نفس الوقت مفتاح للبشره. معلقه نتاع الروز مطحون هذه الحلبه معلقه صغيره ديال الحلبه. شوفوا كاع هادو عندهم واحد الاساسيات وكيطلقوا واحد الزيت ديالهم اللي كيساعد البشره انها ترطب. يعني هذا الماسك كمرطب وكمفتح للبشره. غزاله البنات طحين نتاع محمص والطحين نتاع الذره داك الصفيفر ماشي مايزينا طحين نتاع الذره. هانتوما كتشوفوا هادو كلهم راحنا خلطناهم هكذا وغادي نخلطوهم بياغورت طبيعي. شوف هنا ياغورت طبيعي ولا زبادي ما عرفاش انا كنديرهم تقريبا ما غاديش نخلط انا بهادي كبيدة. درت واحد ثلاثة المعلقات نتاع ياغورت طبيعي ومن بعد غادي نزيدو عليها الحليب. الحليب الكبيدات الا قديتو تسخنو واحد شويه هي هذيك. الا ما كانش عندكم سخون كان بارد في الثلاجه ما ديروش بارد بزاف ديروا شويه سخون من الدم. فانا هذا كان ديجا عندي برا نتاع الثلاجه ما كانش بارد بزاف على داكشي ماش نسخنو. وغادي نخلط الخليط ديالي شحال نتاع الحليب نقول لكم ثلاثه المعالق حتى هي صغارين باش الخليط ديالنا يتجمع ويولي لنا خليط. كتشوفوا هكذا كيف ما قلت لكم كيكون بحال هكذا الماسك غزال الوجه. غادي نديرو دابا الوجه ديالو غادي نخليه واحد المده نتاع نص ساعه 45 دقيقه 20 دقيقه على الاقل على الاقل 20 دقيقه وخليه في الوجه ديالكم. ديك الساعه كتغسلوها الكبيدات وكديروا الكريم ادغاطون ديالكم قبل ما تني تغسلوه. طبعا غادي ديروا غادي تونيفيكيو الوجه ديالكم مزيان وعاد ديروا الكريم ادغاطون ديالكم. وهذه تقدروا تعتمدوها في هذا المشتى البنات نهار اه نهار لا اللي عندها الوجه ديالها كتحس به انه الوجه ديالها بدا كينشف لها بزاف من البرد. فهذا ماسك خطير الغزالات. فانا غادي نديرو دابا غادي نغسلو ديك الساعه غادي نوريكم الكيكه ديالي كيفاش جات. بلاتي من بعد ما كنخرجها من الفران حتى كتولي لي هكذا كتحمر شويه هكذا وطبعا اللي فيه كريم باتيسيو راه ما كيحمرش
الغزالات دابا غادي نزينها باللوز ايفي ديال كونفيتير نتاع المشماش ولا نتاع الخوخ. غادي نزينها هكذا، ما بغاش نحيدها حيت راها باقيه سخونه. غادي نوريكم كي غادي نزينها قبل ما غادي نحيد الفيديو. ولا عندكم الناباج ديروا غير الناباج، وهي بهذا كتجي غزاله، كتجي لذيذه بزاف الكبيدات، يعني يجيكم شي واحد زعما الصراحه غزاله كتجي. كي كتفعل البنات هكا كتجي، كتجي زوينه صراحه. وقال دابا غادي نقطعها، خليها تبرد شويه غادي نقطعها لكم وغادي نوريها لكم، نحطها لكم في الاخر نتاع الفيديو. دابا سخونه ما نقدرش نحيدها، نتوما عارفين مع كريم باتيسير مازال ما شدت راسها السخونيه، فما غاديش نقطعها دابا. في التالي غادي نحط لكم كيفاش كتجي من الداخل، كتجي معلكه وكتجي فازقه وكتجي غزاله فنه زعما فنيونه فنيونه زعما. ما غادي الا صايبتوها ما غاديش تندموا. وغادي نوريكم الوجه ديالي باقيه عاد راني بالماسك، غادي نمسح الماسك نمشي نغسل الماسك ديالي، وديك الساعه غادي نشوفكم كبيدات. بلاتي كتشوفوا الماسك هكذا حتى كينشف لكم مزيان على الوجه ديالكم، وغادي تغسلوا طبعا وغادي يولي الوجه ديالكم هكذا هكذا مشرق وكتحسوا رطيطه بزاف. ملي كتحسوا هكذا هو نشف، غادي نغسلوا دابا وغادي نولي لكم نوريكم لا طاط ديالي كي جات غزاله 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 فنيونه فنيونه. فكنتمنى انكم تجربوها فنيونه كتجي وبصحه. كيدات فمن بعد ما حيدت الماسك انا درت الطونر ديالي، وغادي ندير دابا الكريم ديالي ادغاطون اولا كريم انتي اج اللي كديروه طبعا خصكم ديروه، ما تديوش على الروينه اللي ليه غير نساو الروينه اللي ليات. فكما قلت لكم ملي كديروا الماسك انا حيدتو، انا اختي ما دارت حتى حاجه للوجه. اختي على عينك ها هو. فملي حيدت اختي الماسك قلت لكم كبيدات الماسك كيخلي لك وجهك رطيط برطيط برطيط برطيط. فملي درت الطونر ديالي غادي دابا ندير كريم ادغاطون ديالي وصافي هادشي اللي غادي ندير. والغزالات بالنسبه للوجه ديالها كيتشقق لها بزاف وكيشحت لها بزاف في المشطه، فعليكم غير لي ماسك اللي كيداروا نتاع زرجعه الكتان وماسك نتاع حبوب الشيه، الماسك بحال هادو فهادو كيساعدوا بزاف بزاف بزاف، ويولي الوجه ديالكم رطب وغزال وكيحافظ على الرطوبه ديالو ويخلي لكم الوجه ديالكم على الماء اللي كاين عندنا في الوجه. فكنتمنى البنات هاد النهار تكون انا فدتكم درتكم كنت خفيفه على قليبكم. وجا جديد مرحبا به بزاف 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 الغزالات الخواتات الجد ديالي اللي دخلوا لي القناه، كنقول لكم شكرا بزاف بزاف. وكنتمنى ان شاء الله هاد القناه تكون غزاله وخفيفه على قلبكم وتفيدكم ان شاء الله. ودابا غادي نقطع معكم الكبيدات ديالي. ها هي لاطاق ديالنا نتاع التفاح كتجي خفيفه، هانتوما كتشوفوا كتجي خفيفه وغزاله وفنيونه. هاد الكحوليه شويه هادي على حسب انني اللوز ايفي اللي درتو شويه تحمر، وكان شي حبات اللي دازو لي شويه في الطياب فما تحكرش بزاف. فالغزالات هكا كتجي غزاله غزاله غزاله، كتجي كدوب في الفم كيف ما كتشوفوا، كتجي فنيونه 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 فنيونه. وبصحتكم الكبيدات، وكنتمنى انكم تجربوها وكتجي فنيونه. فغادي دابا نقطع لكم واحد التروسو وغادي نشوفوا. الكبيدات ديالي والغزالات ديالي والفنيونات ديالي، لاباس علينا النهار ديالنا. وهذا هو النهار ديالي شنو درت فيه، راه ما قلت لكمش عاد شنو درت فيه ملي فقت جمعت وغسلت ورونت داكشي راكم عارفينه. فشي نهار شنو علاش لا نديكم معايا النهار ديالي كله. فهاد النهار وجدت فيه هاد الكيكه هادي اللي كتعجبني الصراحه وديما كنديرها، ودرت واحد الماسك وهتميت شويه بشر بالوجه ديالي. فشاركتكم معايا الكبيدات هذا الفلوق ديالي، وهذا الفيديو هذا يكون ان شاء الله خفيف 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 على قلوبكم، وكنقول لكم بوسات من عندي. وكنتمنى ان شاء الله كلكم ان شاء الله توصلوا في اللي كتمناوه وتحققوا الاماني ديالكم، وتكونوا ان شاء الله بصحه غزاله وتكونوا غزالين وتكونوا ان شاء الله فرحانين يا ربي يا ربي. فكنقول لكم هنايا بوسات من عندي بسلامه، وان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله ان شاء الله يكون عاوتاني واحد شويه كنتنوع. سلام الله يا حبيباتي.